النور، مرحبا بكم مستمعاتنا مستمعينا من جديد على امواج الاذاعه الوطنيه وبرنامج اللقاء المفتوح اللي متواصل معكم الى حدود منتصف النهار. اليوم الجمعه كيف ما عودناكم كنختاروا لكم الساعه الثالثه، كنختاروا موضوع للنقاش معكم، موضوع اللي ربما انتم كتكونوا كطرحوا مجموعه من الاسئله مع انفسكم ما كتلقاو ليها جواب. واخترنا لكم اليوم الحديث حول الادمان على التعاطي للمخدرات وتاثيره، وطبعا كيخرب الفرد ثم الاسره ثم المجتمع. وغيكون معنا الحديث في الموضوع الدكتور جمال شيبوب، طبيب نفساني، هو معنا على خط البرنامج. صباح النور دكتور جمال. صباح الخير أخت سناء، كيف حالكم دكتور؟ مرحبا. شكرا جزيلا. شكرا، بارك الله فيك. نعم، إذن اليوم دكتور بغينا نعالجوا واحد الآفة خطيرة في المجتمع، واللي ولينا كنشوفوا يعني مؤخرا كيف ما قلت عاود نذكر بها ظاهرة التشرميل اللي ولات في جميع الأحياء المغربية، ولاو الناس كيخافوا، ولكن الحمد لله المجهودات ديال الأمن الوطني ولات بشكل كبير، ولا بحال بغينا نقولوا رجع شوية الأمن والأمان داخل المجتمع ديالنا. نعرفوا بظاهرة تعاطي المخدرات، بآفة تعاطي المخدرات شنو هي دكتور؟ تفضل. نعم، إشكالية تعاطي المخدرات فعلا مشكل صعب ومتفحش، كيطرح مشاكل كبيرة. فالمخدرات كطرح لنا إشكالية اللي كيعيشها الإنسان منذ الأزل واللي كنتعامل معها بطريقة عادية عادة، وهي إشكالية النفس والعقل. النفس ديالنا ديما كتدفعنا للرضا والمتعة، ولكن ديما كاين العقل اللي كيجعلنا كنتحكموا في الرغبات وفي النزوات ديالنا. فملي كيوقع انفلات وما كيبقاش توافق بين البحث عن المتعة والعقل كنطرحوا في الإدمان، وبالتالي الإدمان كيهم كيف غادي نهضروا عليه من بعد. بالطبع المواد المخدرة، كلها المواد المخدرة بما فيها التبغ مخدر، الحشيش، كوكايين إلى آخره، الخمر، ولكن كذلك كاين عدة سلوكات اللي حتى هي كنديروها في خانة الإدمان. صحيح. الأكل، كاين بعض الناس اللي كيولي عندهم الأكل حال إدمان، ما كياكلوش لأن فيهم الجوع، كياكلوا لأن إلا ما كلاش كيعيش واحد حالة انزعاج. كاين القمار، كاين الألعاب الإلكترونية، بعد المراسة الرياضة، كاين بعض الناس اللي كيتعاطوا له واحد الطريقة اللي ممكن نام العمل. إذن الإدمان فوقاش كنهضروا على إدمان، ملي كيكون الشخص كيتعاطى، نهضروا على المادة المخدرة لأن هذا هو الموضوع اليوم، فوقاش كيولي إدمان بحيث الشخص كيولي كيفقد التحكم. يعني كيكون عنده لقاء مرة الأولى مع واحد المادة كتعطيه واحد النشوة، كتعطيه واحد الحالة نتاع المتعة أو الهدوء، غادي نرجع لهذا الشيء من بعد. نعم، هنا ملي كنقولوا يعني كيبقى كتبقى مفتوحة على مجموعة من الممارسات اليومية، مثلا كاين اللي مدمن على الإنترنت، كاين اللي مدمن على أنه يمشي يجلس في القهوة، كاين اللي مدمن على يعني مجموعة من السلوكات اليومية اللي كنمارسوها، إلا كانت بشكل كيف ما قلتي متكرر، وإلا ما كانش كتشكل لنا يعني قلق، هنا كيكون إدمان. شنو هو السبب الرئيسي خصوصا حنا في هذا الموضوع اللي كنتكلموا على الإدمان على المخدرات، شنو السبب اللي كيخلي مثلا هاد الوليدات ولا هاد الشباب اللي يتعاطوا المخدرات في رأيكم الدكتور علما على أن يعني كتلقى بعض المرات العائلات الميسورة حتى هما كيتعرضوا كيمشيوا للإدمان؟ في عجالة نعرفوا بعدا فوقاش كنهضروا على الإدمان. أنا يعني إلا شي شخص شي مرة تناول سيجارة تيبا ما خصوش يديرها، ولكن هذا لا يعني إدمان. إلا شي مرة شخص كيف قلنا لعب الألعاب الإلكترونية مرة أو جوج أو بطريقة معقلنة، هذا ماشي إدمان. فوقاش كيولي إدمان ملي كتولي نوع من التبعية، يعني الشخص ما كيبقاش كيقدر يعيش بدون استهلاك ديك المادة، إذن كيخصو ديما يستعمل ديك المادة، وبالتالي كنجبروه أنه كيقضي واحد الوقت كبير من حياته كيبحث على ديك المادة وكيستهلك ديك المادة، علما بانه كيبدا كيعرف بان داك الشيء كيخرب الحياه ديالو ولا الفكريه، ورغم داك الشيء كيبقى. اذا ما كيكون واخا كيبغي ما كيقدرش، كيولي عبد لديك الماده، اذا كيكون تبعيه كيبدا كيكثر منها اكثر في اكثر، يعني كيخصو يستعمل اكثر اكثر، عاد كياخذ ديك كيحس بديك الحاله، وبالتالي كيولي عبد ديك المادة. ملي كيوصل الشخص لهاد الحالة اللي كيولي كيعيش وقت كبير وإرهاق وماديا ومعنويا وصحته، ورغم هذاك الشيء كيبقى كيتمادى استعمال هاد المادة، فكنعتبروه
عاد نتاع ديك المادة، وهنا كنهضروا على مرض الإدمان. نعم. دابا كيف قلتي السيدة أخت سعيدة، علاش بعض الناس ولو ميسورين ولو مع الأسف الإدمان كيمس جميع الشرائح الاجتماعية. كاين هناك عدة أو هناك ثلاثة تاع العوامل اللي كتجعل الواحد كيقدر يدخل الإدمان. كيف قلت قبيله كاين بعض المواد، كاين بعض المواد اللي كتخلق إدمان. يعني مثلا إلا خدينا التبغ عنده واحد القابلية اللي كيخلق الإدمان في الشخص. نعطيك واحد التجربة إلا سمحتي فيه. تفضل تفضل. داروا بعض التجارب على الفيران، وجابوا فيران وداروهم في واحد القفص، وداروا أنبوب فيه الماء وأنبوب فيه الماء مخلط بالكحول. الفئران كلها اتجهت للماء ورفضت الكحول، لان ما مولفاش الكحول، هي ماشي في حاجه للكحول. من بعد حيدوا الانبوب الماء وخلاو غير الانبوب الكحول، بمعنى تفرض على ديك الفئران تشرب غير الماء فيه الكحول، وبالتالي تلاحظ بان ديك الفئران بدات كتشرب بشغف وبشراهه واخا ما فيهاش العطش. من بعد ردوا لهم الانبوب نتاع الماء، فاجبروا بان ديك الفئران ما بقاتش كتشرب الماء، كترجع كتتجه غير الانبوب اللي فيه الكحول. يعني خلقنا في ذوك الفيران الادمان. يعني ما كيكونش، هو يكتسب مع الوقت. وحنا وحنا كنشرحوا الدكتور لا سمحتي، ولان موضوع كبير وواسع بزاف، حنا كنشرحوا، حنا غنستقبلوا المكالمات، لان حتى هما غادي هما في تعطش لمعرفه الجواب على التساؤلات ديالهم. استقبلوا منيا من القصر الكبير. صباح النور لاله منيا. صباح النور، ربي يخليك اختي. مرحبا لالا. شكرا، ربي يخليك، كنشكركم بزاف. مرحبا. انا خويا كان باقي صغير مره، وكيبقى فينا وداك الشيء بعصبي بزاف، وهو اللي خرجنا كنا معصبين الصراحه. وهو ما كيتقبلش داك المعيور وداك الشيء. كان مثلا كيهرب من فوق السطاح وداك الشيء، كيخرج كيجي حتى ل 12 ديال الليل، با كيبقى يضربو واخا كان باقي صغير، وكان كيسد عليه الباب وكان فيه ضربو داك الشيء بالخيط ديال الضو، وبقى كيتعطاه الكيف والحشيش داك الشيء، ودابا تبلانا بزاف. كنعياو عليه. شحال كان عنده في العمر ديالو باش بدا كيتعطى؟ 13 سنة. دابا راه عنده 18 سنة. نعم 18 سنة ومازال كيتعاطى. باقي كيتعاطى، واخا كيقولنا حنا انا قطعته وداك الشيء ما بيناش فيه. دابا بقى كيدخل سكران، ومني بقى با كيضربو وداك الشيء كيقول له انت السبب، انت السبب، وباقي ما شتي والو. علاش كون ربيتينا مزيان كون حنا خرجنا مزيان، علاش فلان كيدير مع ولادو مزيان؟ كينتقم 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 من راسو اولا. كينتقم من راسو بزاف. واخا منيا اخويا، انت راك تنتقم من راسك. كيقول لنا كينتقم من راسو، ما كينتقم من حتى شي واحد. كيما دوزها عليا انا غندوزها عليه. لا عايرو دابا كيقول له ما تعايرنيش، ماشي شغلك فيا. واخا منيا بقاي معانا، انت في الاستماع، بقاي معنا في الاستماع، ما غنقطعوش عليك، تبقاي معنا في الاستماع، وغنشوفوا الدكتور واش عنده شي تساؤل ليك او لا. دكتور. لا ما عنديش شي سؤال، ولكن هذا المثل كيبين بطريقه واضحه اسباب اللي طرحتيها اخت سعيده على سناء. سناء سناء دكتور سناء. كيبين بوضوح السؤال اللي طرحتيه اخت سناء، اسباب اللي كتجعلنا اللي كتجعل الشخص كيدخل الادمان، وهنا كيمكن نعرفوا الوقايه. السبب الاول كاين بعض الاطفال اللي عندهم استعداد بيولوجي، كيكونوا من الصغر وكان ناقصهم شي حاجه، وكيخصهم ديما احاسيس قويه، عاد كيرتاح من الصغر، كنجبروه كيخاطر بنفسه، عند واحد اللاعب صعيب كيبحث على الموسيقى الصحبه. وكاين كيف قالت السيده منيا ظروف نتاع النفسيه نتاع اللي كيكبر فيها الطفل. فاذا الطفل الى كبر في ضغوط، الى خبر هاد العدوانيه، في هاد العنف، كيبحث على شي متنفس، وكيبحث على شي اشياء اما اللي تعطيه واحد الارتياح، واحد المتعه اللي ما كيلقاهاش في الحياه ديالو. وبالتالي النقطه الثالثه انه كيجبر بسهوله مخدرات اللي كتعوض له داك الشيء. اذا كاين ثلاثه الاشياء، كاين بيولوجيا، كاين المناخ السيكولوجي، وكاين الوسط اللي كيعطيه وكيجعلو في المتناول ديالو مخدرات. هاد الطفل عاش ظروف كيفاش بغيتيه يعيش ذاك العذاب بلا ما يلقى بين قوسين شي دواء. اذا هو استعمل ذاك المخدرات كدواء باش ما يعيش ذاك القهر اللي كتهضر عليه الاخت ديالها
ديال الأمونيا واللي مازال إلى الآن. فإذا كيفاش كيمكن نعالجه؟ لا هو مازال كيطمح يزيد كثار يعني قال له كيقول له هذا الشيء قليل. طبعا وهنا كيبين لنا أن هذا الطفل ما يمكنش نجيو نقول له قطع المخدرات هذا الشيء ما مزيانش اللي كدير غادي تشرد. هذا لغة وهذا أسلوب وحوار غير ما عندوش جدوى معاه لأن أولا كيخصنا نهضروا مع الظروف ديالو كيفاش يمكن له يقطع المخدرات هو الاب ديالو كيهضر معاه بهذه الطريقه. نعم. وحوكا كان كيما ما كان ما يقدرش لو كان ما يديرش مخدرات غيموت دكتور دكتور. نعم. هنا غتخلينا نطرحوا سؤال اخر علاش مثلا كتلقى تقدر دابا الا جينا نشدو نديرو مثال بين نموذجين دابا نقدو نلقاو هذا الطفل هذا هذا الولد هذا اللي من القصر الكبير اللي كبر في هذه الظروف والاب ديالو كيغوت عليه وكيضربو وكيعصبو وما عرفت شنو كيدير ليه وهذا من 12 عام خرج لنا الزنقه بدا كيكمي بدا الكارو شويه الكيف شويه الحشيش شويه دابا الشراب يعني حاجه كتدي الحاجه 18 عام ها هو يعني شنو مشروع ديال المجرم هذا ممكن نقولو مشروع ديال واحد اللي غيخرج غيولي يعني فين ما بالو شي راجل كبير غيقدر كاع يقتلو باش ينتقم من هذا الشيء اللي كان مارس عليه باه وكنلقاو في المقابل طفل اخر اللي حتى هو يمكن عاش في نفس الظروف ويمكن اسوء من هذه الظروف ديال هذا الولد هذا ولكن في العوض لانه غيمشي وغيتعاطى المخدرات وغينفس على راسه من خلال المخدرات غينفس على راسه من خلال القرايه كاين بزاف ديال الحوايج اللي ممكن الشخص ينقد بها راسه ويقول انا في العوض اللي غنخرج انسان فاشل انسان يعني ما كيعطي حتى شي حاجه لبلادي غير يعني كل ما هو يعني هناك كيعطي غير الدمار لبلادو والتخريب ما كيعطيش شي حاجه هذا ما كيعطي حتى حاجه وفي مقابل هذا الطفل هذا تلقاه هو باغي يقرا باغي يوصل باش يحيد يبني لراسه مستقبل اللي زاهر ومستقبل اللي واعد ومستقبل مالي بكل ما هو يعني جميل علاش يعني انا غنطرحوا السؤال علاش نعم نعم اولا ما يمكنناش نقلوا اهميه المحيط بين اسباب ظروف القهر والظروف نتاع طفوله صعيبه من الدراسات كلها كتبين ان الاطفال اللي عاشوا في هذه الظروف الاحتمال باش يدخلوا المخدرات قويه هذا لا يمنع ان فعلا بعض الاطفال كيستعملوا استراتيجيه اخرى الطفل اللي كيعيش ظروف قاهره على حسب البنيه البيولوجيه ديالو كيختار استراتيجيه اللي كتعطيه واحد الهدوء نسبي فهذا مع الاسف اختار المخدرات كاين بعض الاطفال فعلا كنشوفوهم مثلا عنده حد في القسم الابتدائي وهنا المدرسه عند الدور ديالها كيلقى واحد الاستاذ اللي كيشجعو كيلقى راسو كيقرا كيجبر راسو ان كيجبر واحد المتعه في القرايه كيجيب نقطه مزيانه مثلا اذا كيبان له واحد الباصيص بمعنى كيجبر معوض لا بد يجبر شي حاجه اللي تعوض له ذاك الفراغ هذا الطفل كيكون عنده استعداد بيولوجي يعني ما كيلجاش مباشره للمخدرات كيقدر يصبر وكاين اللي عنده طاقه تحمل الضغوط وكاين اللي ما عندوش بطريقه بيولوجيه كاين بعض الاطفال اللي كنجبرهم كيصبروا كاين بعض الاطفال في 6 سنين عامين كيبان بان عندهم حساسيه قويه للتفاعل ديالهم مع الوسط ديالهم فاذا هذا الطفل الى عطاه الله واحد الاستعداد بيولوجي نتاع الصبر يمكن نشرحوا شنو هو الصبر من بعد ثانيا عنده الحظ طاح في واحد العام او واحد الاستاذ مثلا اللي شجعوا نعم كنعرفوا بعض الاطفال اللي عاشوا ظروف اكثر من هذه والان هما اطور فاذا الاستراتيجيه اللي لقاها هو انه وظف ذاك الفراغ ديالو في واحد الامل وفي واحد التفوق وكيقراو مزيان فمع الاسف كاين اللي كيستعمل استراتيجيات المواجهه كيواجه ذاك المشاكل وكينجح وكاين اللي كيستعمل وهذا هو طبعا الانسان استراتيجيه الاستسلام وهذا مع الاسف اللي استعملها الاخ نتاع يعني استسلم الانحلال واستسلم المواجهه مع الاب ديالو بالاسلحه ديال الاب ديالو يعني كيقول له غادي نوريك اكثر من داك الشيء اللي بغيتي يعني راه انجاز هو كيحقق شي انجاز بحال لا شي حاجه زعما هو راه غادي يربح موراها مع الاسف حنا كنشوفوا ان الاطفال كذلك كياخذوا الاباء كنموذج الطفل كياخذ الاب ديالو كنموذج بما فيه في الشر وهنا كتدخل اهميه التربيه فاذا هنا كتبنى المحاور نتاع الوقايه اولا ان الاطفال اللي كيعيشوا بحال هاد الظروف خاص اللي ينقذوا نعم شكون اللي غادي يعطي شي شكون هي الاذن الصاغيه اللي غتسمع لها وكثير ما اكثر بحال الاطفال من غادي يلجا خاص اللي يحميهم هذا الاب المجتمع الدوله خاصها تحمي هاد الاطفال من هذا الاب لان هذا الاب كيخلق لنا منحرف مستقبلا نعم كيخص اذا كيخص يكون امكانيه فحص وعلاج ومراقبه اطفال لا بسيكولوجيا وكذلك يكون مآوي او ملاجئ خاصه لملاجئ مفهوم العصري ديالها او ان اكونبانيمون مرافقه لهاد الاطفال اللي كيمكن لهم ياخذوا طرق من الصغر ماشي حتى 12 عام من الصغر اذا اولا كاين هذا الاستعداد وهذه المراقبه ثانيا كيف قلت قبيله اخرى
مع الاسف هذه اللغه الاكثريه الحالات ماشي ديما وكجبرها في الاسر المنحله. وهنا المساعدات الاجتماعيات كذلك عندهم دور. ثالثا بالطبع كاين كذلك هذا الطفل خصو يتحال في اقرب وقت على معالج نفساني وعلاج نفسي اللي غادي يساعده يولي يبني الشخصيه ديالو، لان الشخصيه ديالو فكنشوف هنا اذا ان هناك استراتيجيه بعيده طويله. نقطة أخيرة أن هذا الطفل كيفاش كيقتني المخدرات بسهولة، يعني راه كيلقاها بسهولة بسهولة، هذا مشكل تا هو كبير وتا هو خصنا نشيروا له. نستقبلوا أحمد من الفقيه بن صالح. السلام عليكم سي أحمد. أهلا أحمد. كنشكركم على هذه البرامج الرائعة والأستاذ اللي مرحبا اللي معك. مرحبا معك حمدي أحمد والمكالمة من جماعة بني وكيل إقليم فقيه صالح. نعم. وما خطأت حتى بلاصه لان عده عوامل كيدخلوا في هذه المشكله، من بينها المؤسسات التعليميه والاسر. كيفاش المؤسسات؟ شنو باش تقصد؟ التعليميه ما كيكونوش حملات تحسيسيه بخطوره المخدرات وممارستها، والاسره بالدرجه الاولى. فالبنت اللي اتصلت قبل لي وقالت بان الاب والابن ديالو ولاو في مشكل، فهي تربيه في الاول، تربيه ماشي حتى ل 14 عام وعاد غادي نخدم معها العنف. لا لا، العنف ما بقى ما يخدم معها، ما غايزعر اكثر يدير شي حوايج. لان التربيه ديال 7 سنين و6 سنين كيف ما كانوا الاباء ديالنا من قبل كيقراو في الابتدائي في التحضيري، او قبل ما ندخلوا التحضيري كيدونا الجامع. الجامع فهو شي حاجه كثيره في نمو الطفل. لا كنمشيو نقراو مسائل بسيطه، كنقراو القران والفقه كيعطيك شي حويجات اللي سبحان الله بقاو دابا في العقل ديالنا وكبروا معنا. نعم. انت واش كشفتي شي حد عنده هذا المشكل ديال الادمان من الاسره ديالك؟ كيفاش عشتي؟ لا احنا 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 بعدا احنا بعدا العائله ديالنا عائله حمدي ما عندها حتى شي حاجه. عائله حمدي في بني وكيل ما عندها، عائله ديالنا ما كاينش شي واحد مدمن المخدرات او الحشيش او الى اخره. المهم كنشوف حالات، وحتى الدور ديال الاسره كيف ما قلت لك كتساعد بانه كيدير شي حويجات ذاك المجرم اللي في مدمن على المخدرات او الخمر او الحويجات اللي كيدير، غير سكران او راه غير مقرقب. كنلقاو له العذر. هذا هو المشكل. يعني جا واحد سكران ودخل هرس لواحد المحل ديالو، ومن بعد فاش جاو دار وراه غير سكران. ما تديش عليه مسكين، راه ماشي ما كانش في خاطره. ماشي في خاطره. يعني هذه مشكله معضله كبيره وكبيره، وحاجه اللي غادي نفيد بها هو التربيه الصالحه كتعطي للابناء الصالحين. يعني من الاباء وزيدوا نعاود ثاني حتى الفقر والطلاق بين الرجل والزوجه، كيخليوا ابنائهم الضحيه، كيبقاو مشردين الى اخره. ونتمنى من الدوله تتحرك في هذا الجانب. شكرا لك احمد حمدي على التدخل ديالك اللي من خلاله طرحتي مجموعه من النقاط اللي مهمه. تكلمتي على التربيه المبكره بالنسبه للاطفال، ما نخليهمش يديروا 14 عام عاد نربيوهم. تكلمتي كذلك على الفقر انه عامل من عوامل المؤديه لتعاطي المخدرات. تكلمتي كذلك على يعني المشاكل ديال الاسره، طلاق من بينهم اللي ممكن حتى هو يخرج على هاد الاطفال. تكلمتي يعني على مجموعه، حطيتي يدك على مجموعه من النقاط اللي اساسيه ومؤديه بشكل تقريبا مباشر للتعاطي الادمان على المخدرات. ياك دكتور. نعم، يعني نقاط مهمة اللي قال الأخ. أولا الأسرة، يعني الأسرة خصها تكون عندها استقرار، خصها تكون نفسيا مرتاحة، باش الأب والأم خصهم يكونوا مستقرين باش يربوا نفسيا وماديا واجتماعيا باش يربوا أولادهم مزيان. إذا كان استقرار، كان عاطفي، كان اهتمام، كيمكن لهم يعلموا أولادهم، يضطروا يوضعوا لهم حدود. بمعنى الوقاية الأولى من المخدرات الطفل من الصغر كيتعلم قانون واحترام القواعد، وكيتعلم يطرح ديالو حدود. إذا كان الطفل كيبقى يلعب على الانترنت حتى للربعة الليل 8 سنين، بالطبع هذا راه كيتجه للمخدرات، لأن ما غاديش يعرف يوقف الحد ديالو. من الصغر العائلة إذا كانت ماشي بعنف، باهتمام وبتآزر وباستماع للطفل، كيعلموا الطفل يضبط راسه. إشكالية المخدرات هي ضبط النفس والتحكم في النزوات كيف قلت قبيله. نقطة مهمة شار ليها الأخ، التعليم الأولي.
نعم الطفل كيخصو 3 سنين اما يمشي للجامع ويكون متأطير او يمشي للروضه، لان هذيك السنوات مهمه ما يبقاش كيدور في الزنقه وكيلعب في الزنقه. ثانيا لان ذاك الطفل كيتعلم عنده واحد القدره تعلم كبيره للمعلومات ولا الانتعاش الفكري، فإذا لقى انتعاش الفكري ما كيحتاجش للمخدرات. إذا نعم التعليم الأولي كان بحال هذه الكتاب مع الأسف ما بقاش، كيخص يكون إما كتاب مرة أخرى وحيا وحديث على حسب المقياس الحديث. هذا لا يعني أن ما يكونش كيقرأ القرآن وفيه مبادئ اللي مهمة بطريقة عصرية، طبعا ما فيهاش العنف والترهيب والتخويف أو روض اللي كل مغربي كل طفل مغربي يكون عنده الحق في 3 سنين يكون كيمشي للروض. نعم نستقبلوا حليمة من الخميسة. صباح النور حليمة. صباح الخير أختي الله يخليك. نعم. عندي واحد الولد عنده دابا 17 عام العام فايت بدا في هذا الشيء ديال الإدمان، العام فايت ولكن كان غير مرة داك الشيء ماشي زعما مستمر فيه. ومن بعد ديتو للطبيب وداك الشيء وتبع الدواء وهذا ولا مزيان. شنو كيتعاطى؟ علاش كيتعاطى؟ الشوانات وداك هذا الشيء. من بعد اختي ديتو للطبيب، المهم خدا الدواء ديالو مده ديال شي شهر ونص ولا شهرين ولا بخير. وهذا دابا هذا العام عاود رجع ليا رجعه خايبه، رجع بزاف مكثر. ودابا تنفكر باش ندير شي مصحه ولا شي حاجه، واش الا ديتو واخا هو ما باغيش دابا هو ما قابل ليا لا الطبيب لا حتى شي حاجه، واخا نديه هو ما قابلش هذا الشيء واش يقدر يتعالج؟ وهذا الشيء اللي بغيت نسول الدكتور. واخا حليمه الدكتور غيجاوبك مباشره. تفضل دكتور. طفل شاب عنده 17 عام يعني سن المراهقه وتعاطى كيف ما قالت الحشيش سنه قبل ومقدات ان تحدو يرجع عليه، من بعد رجع الحشيش ورجع له يعني بشكل اكثر من المره السابقه. واش ممكن هذا الشاب هذا اللي ما عندوش قابليه حاليا للعلاج ولا انه تيف يفكر ما يبقاش يتعاطى الحشيش، واش كاين امكانيه ديال العلاج ديالو او لا؟ لا تفضل دكتور. الو الو دكتور تفضل. الو انا كنسمعك لاله. نعم الو. نعم كنسمعك دكتور. كاين مؤشرات ايجابيه ان هذا المراهق وقف كما كان يمكن له يوقف على المخدرات وعاد رجع. الانتكاسه فيما يخص الادمان قانون، قليل اللي كيوقف مع عمره كيرجع. اذا ما خصهاش تيأس. الانتكاسه مع الاسف اغلب الناس اللي كيكونوا مدمنين كيولي يرجع يمرض. إلا رجع المخدرة فده لا يعني أن فقدت المعركة، لا، ولكن يمكنهاش بطريقة هكا تفرض عليه وتدخله الكلينيك وتشد عليه. بالأسس نتاع العلاج المخدرات أن الشخص كيوصلوا يخصو يوصل لواحد القناعة ذاتية أن باغي يقطع المخدرات. إلا دخلنا وشدينا عليه بالسيف بلا ما يكون هو مفكر وقتنع. يعني هذا هو السؤال ديالها. يعني هو ما عندوش تفكير حاليا، قالت لك ما عنده لا تفكير، ما باغيش يحيد هو دابا الحشيش. يعني حاليا ما عندوش قابليه. لو كانوا كاع الناس المدمنين اللي كيجوا عند المعالج النفساني ولا الطبيب باغي وكانت القضيه سهله. مع الاسف كثير منهم كيكون كيقول لك انا ما عنديش شيء ولا داك الشيء قليل ولا ما عنديش مشكل، النهار اللي نبغي نقطع غادي نقطع. كم من شخص كنجبروه كيشرب بزاف في النهار وكيقول لك انا ما عنديش مشكل، مراتي اللي كتشكى انا بخير. اذا ما كيمكنناش نقولوا لك كتكذب. نعم هو الفكره ديالو والرؤيه ديالو والنظره ديالو هي هذيك. اذا هنا كيخص واحد العمل اللي كنطلب من السيده اللي كتعيط يكون عندها هدف واحد، ماشي باش يقطع دابا ما تقولوش قطع. الهدف واحد هو تديه المعالج او الطبيب النفساني اللي غادي يحاول يربط معاه الحوار وغادي يتكلم معاه حتى يوصل معاه انه هو يقبل. اذا المرحله الاولى كنكون عندنا مرحله تعبئه ومرحله ان الشخص كيدرك ان راه داك المخدرات غادي يخلقوا له مشاكل وباغي يتغير، عاد كنبداو العمل. اذا دابا ماشي يوقف وتدي يشد عليه، هدف واحد تحاول معاه يزور معالج او طبيب نفساني. نعم كذلك واحد السيده اتصلت وخلت لنا السؤال ديالها ما بغاتش تدوز مباشره. قالت لك يعني عندها ولد في عمره 16 عام وبدا كيكمي، يعني ولات كتلقى عنده كارو ولكن مازال ما فصحش عليه، مازال ما يعني قدامهم راه ما عارفينش هي يلاه بحال تقول حصلاته في الاول. ما عرفاش هاد السيده كيفاش غتصرف، واش تواجهه تقول له علاش كيفاش ولا تسكت وتحاول، ما عرفاش كيفاش غتعامل مع الابن ديالها. اولا تبعهم بين المخدرات اللي كتعطي دغيا ادمان، كونه هو عنده واحد دغيا كيلصق كيف كيقولوا. نعم الا بدا كيكمي مره
كاين خطر باش يولي مدمن. هذه الاولى. ثانيا كيخص يكون بين العائله والاطفال الحوار والصراحه. خاصها تقول له انا عرفت كاسكنيش كاسكنيش راه كيخلعني كيضايقني خاص نهضروا انا وياك. وتفتح معاه ابواب الحوار بدون توبيخ بدون عتاب. التوبيخ والعتاب ماشي احسن طريقه باش يكون الحوار. خاص الحوار وتفتح معاه بالحوار وتشوف معاه الى هدى الله وتخلى على اتباع مزيان ولكن بلا ما ديروا مراقبه بوليسيه. مراقبه معليش هو هنايا هنا غنفتحوا واحد القوس وغنتكلموا على يعني كيف قلتي لان مهم هذه النقطه اللي شرتي ليها ديال التعامل مع الوليدات ولا الابناء اللي كيلا كيبداو كيتعاطوا. هنا كتلقى بعض الاسر مثلا ملي كتعرف ولدها بدا كيكمي ولا كيف ما قالت هذه السيده يعني كياخذ الحشيش او لا كيتعاطى اي نوع من انواع المخدرات، اول حاجه كيقول له شوف الا بقيتي دير ما تبقاش تدخل عليا. نعم كاين اللي تيقول له ما تبقاش تدخل عليا يعني ما غيدخلش عليك هاد الولد فين غيمشي؟ راه غيرجع لديك البلاصه. ديك البلاصه ما فيهاش غير كارو، فيها كارو، فيها الحشيش، فيها الشراب، فيها شحال من حاجه اخرى. راه غادي فعواد اللي كان غير كيكمي راه غيولي يدير لك هذا الشيء كامل وغيجي لعندك تما وغيحيح عليك وغتصدق يعني في شي نتائج لا يحمد عقباها. نعم باش نوصلوا مع شخص يقلع على مخدر نفهموا كيفاش كيفكر. وطريقة تفكير المراهق من كيبدا يكمل ماشي بحال الطريقة ديالنا، حنا كنعرفوا بأن غيدخل الإدمان، كنصوروا أن غادي يبدا كيسعل في الصباح، غادي يجي كونسير إلى آخره، هو ما كيشوفش هكا. إذا إلا قلنا له وقف وضربناه راه حنا واحد المنطق واحد الحوار مع أصم، ما غاديش يسمعنا وما غاديش نسمعه، وبالعكس كيف قلت الأخت غادي يزيد يتمادى لأن كندخلوا مع لأي مشكل. إذا كيخصنا نحاولوا نفهموا بالنسبه للمراهق ملي كتهضر معاه كيقول لك انا النهار اللي بغيت نقطع كيكون عنده واحد الثقه مبالغه فيه. عارف اش كندير؟ انا كنعرف شنو كندير. كيقول لك راه فلان كان كيكمي وما عمرو قتل والو، عنده واحد الرؤيه وكانه ازلي، كانه ما عمرو غادي يمرض، كانه صحيح. هذه الرؤيه نتاع المراهق، المراهق ملي كيخبط الكارو وكيخرج الزنقه كيحس براسو كبطل ذاك الشخص ولا بحال ذاك الصديق ديالو. اذا عنده هو كيشوف ذاك التيب ايجابيات كثيره بالنسبه للسلبيات اللي ما كيلمسهاش. اما حنا كنلمسوا السلبيات وكنعرفوا ان ديك الايجابيات غير مظهريه، فاذا ما يمكنناش نمنعوا خصنا بعدا نهضروا معاه نفهموا علاش كيكمل، نعرفوا شنو هي الايجابيات ديالو وعاد كيجي حوار معاه كيفاش يخلي الايجابيات بلا السلبيات. يعني الايجابيات اللي كيجبرها في التيب يمكن يجبرها في حوايج اخرين اللي ماشي مضر به، وهذا كيطلب حوار. والى عجز الاب والام فما يدخلوش مع الصراح، هنا كيخص يكون اخصائيا اللي غادي يتكلموا مع ذاك المراهق. ولا ذاك المراهق ما كانش عنده مشاكل نفسيه، لان بعض المرات الادمان كيكون كحل بين قوسين حل خاطئ بالطبع للمشاكل النفسيه. اللي ما كانش عنده مشاكل نفسيه فغالبا من الاحياء بعد الحالات بعد الجلسات كتحل المشكل. نعم نستقبلوا عبد الله من فاس. صباح النور سي عبد الله. مثلا اهلا سيدي. سيدي علاش؟ الله مرحبا سيدي تفضل. الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك. سي عبد الله سي عبد الله عندي نقاط انا درتهم. هذا تعريف المخدرات راه قالها الدكتور. تفضل. تاريخ الدخول المخدرات للمغرب، شكون اللي دخلنا هذه المصيبه هذه؟ نعم نعم تفضل. وعندي كيفاش نحميو الاولاد ديالنا من هذه المصيبه؟ وعلى نتقاعد المسؤوليه. نعطيني كنسمعك وكيسمعك كلشي تفضل. على نتقاعد المسؤوليه. نعم. وعندي هنا واحد الملاحظه باحتراماتي للدكتور. لما كتلقى مثلا طبيب ولا طبيب نفساني ولا هذا كيكمي قدام الملا، كيدخل مثلا عنده الباسيون ديالو المريض ديالو ولا هذا، او طبيب الاسنان. انا براسي طبيب الاسنان كيخدم لي في السنه وهو كيكمي. نعم فهمتيني ولا لا؟ فهمتك السي عبد الله. اللي كنعطيو يعني اللي كنعطيو النموذج مسكين اصحاب وضع. فهمتيني ولا لا؟ اييه. شكون هما هذا هما المربي. نعم. هو الاب والام وهنايا هنا راك شرتي لا تلقى الفوضى في هذا الموضوع. لا ما كي ولا المدارس ديالنا. نعم. هو السي عبد الله ما نعمموش، ما كايناش شي حاجه. هذا واقع ديالنا. هو واقع ديالنا ولكن ماشي كلشي هكا. لا سميتو على المؤسسه. السي عبد الله وراه مشكل كتلقى حتى الاب بعض المرات كيكمي قدام ولده ويقدر كاع يسخر ولده يجيب له الكارو، راه مشكل كبار من هذا الشيء.
للاسف الشديد. شكرا لك سي عبد الله، ورجع للدكتور جمال شيبوب لان الفكره ديالك وصلت وواضحه. دكتور جمال. نعم تعقيب. اولا طبيب نعم ما خصوش يكني خلال العمل ديالو، هذا ممنوع لا اخلاقيا وكنظن حتى مهنيا ما يمكنلوش، لان المرضى حنا كنمنعو عليهم باش يكميو في العيادات ديالنا وفي المكاتب ديالنا. اذا طبيب ولو كان طبيب الاسنان ما يمكنلوش، وهذا خطا، وما كنظنش ان الاطباء كيكميو في العيادات. يقدر يكون هذا صانع اسنان، حيت كاين فرق ما بين طبيب اسنان وبين صانع اسنان. يقدر يكون طبيب تاع الاطباء فيهم اللي كيخطئوا، حتى هما ماشي معصومين من الخطا، وهذا خطا. نقطة ثانية، كاين بعض الأطباء اللي كيكميو، ولا هو عارف أن كيضر، ولكن الطبيب حتى هو إنسان، هذا الطبيب نموذج في الهضرة اللي كيهضر، ولكن الطبيب ماشي مكمول، وحتى هو كيبدي مبلي وما كيقدرش يقطع، وكيحاول قدر المستطاع، لأن الطبيب أدرى من أي واحد بالأخطاء. ولهذا كنشوفوا أن كيف شرح في قبيلة المشكل والمعضلة للإدمان، أن الواحد باغي وما كيقدرش. كيكون كيفهم كل شيء وكيعرف كل شيء، وغالبا ما كنقولوا للشخص اللي ما قدرش يقلع على المخدرات ولا على التيب ولا على الشراب، ولا ما عندكش اراده، ماشي مشكل الاراده او ثقه في النفس. الادمان كيخلق واحد المنطق، واحد البيولوجيه اللي صعيبه، كاين اللي كيقدر كاين اللي كيحاول، اذا اللي ما كيقدرش ولكن مع احترام الاخرين بما فيه الطبيب اذا كان كيكمي، يعني خصنا نعرفوا بان راه هو من ذوك النوع من ذاك الخانه نتاع الناس اللي مدمنين وما قدروش، وهذوك اللي ما قدروش ما خصناش نياسوا منهم ولا نحتقروهم، كيخص كيكون مازال عمل، وكنطلبوا منهم ما عمرهم ياسوا ويحاولوا مره ثانيه وثالثه ورابعه حتى كيقدر يقدر يوقف. شحال من شخص شفتو انا اللي متدين وكيصلي بوقتها وكيعرف كل شيء وكيكمي. نعم. وكيعرف بان داك الشيء ما مزيانش، ما يمكنليش نقول له انت الايمان ديالك قليل. حتى عنده راه ايمان، ولكن وبعض المرات كيمشي للحج وكيرجع كيقطع، يعني كتوقع واحد العمل واحد الدوره سيكولوجيه اللي كتجعل الانسان كينتقل مرحله مرحله، يعني هذا الشيء الادمان شيء مخدر، وخصنا ديما ننظروا للاخرين باحترام وبحب محاولة تفهم الحالة ديالهم، ماشي بانتقاد واحتقار. نعم، وهذه المسألة ديال واحد كيجي وكيقطع، يعني مثلا احنا في حديثنا هذا الأسبوع كنتكلموا على الريجيم وهذا، ولكن راه إلا جينا نشوفوا راه المواضيع كلها كتلقاها متعلقة بعضياتها، يعني واحد مثلا كيكمي بكية في النهار مثلا، غادي يجي غايقول له الطبيب راه لك كميتها راه غادي تموت. نعم. هنا واش غيقدر يقطعها؟ يعني من ما عرفت شحال من سيجاره في اليوم، حنا دابا السيجاره غير جات وكنكملوا عليها وصافي، يعني حنا كنتكلموا على المخدرات عموما. يعني هذه المساله واش صحيحه ديال ان شي واحد يكون كيمارس واحد كي مثلا كيكمي بواحد الشكل كبير وهذا، وغيجي في لحظه وغادي يوقف، واش هذه المساله يعني غتأدي لشي نتيجه؟ اعتقد ان اغلبيه الناس كيوصل للمرض كيوقف. علاش؟ كاين شرح، كاين واحد نقطة كنلاحظوها، المدمنين على الشراب. نعم. في رمضان ما كيشربوش. بين عشية وضحاها ولا في يومين كيوقف وما كيشربش. وكيبقى الشهر كله واقف، علاش؟ كيلقى واحد التوازن نفسي آخر. اللي كيكون غير شهر، وكيكون عارف أن غيطوم غير شهر. مني الطبيب كيقول للمريض راك غادي تموت، كيولي كيطرح له واحد التوازن نفسي، لأن يعني ما كيبقاش يعني كاينة إمكانية. ما كيبقاش عنده ديك الفكره راه انا ما غاديش نمرى، كتوقع للاخرين، لان نفس الشيء بالنسبه للقمار، ملي كيجي الواحد يقمر كيقول انا غادي نربح، كيفكر بواحد الطريقه اللي كتجعلو كيقبل على ذاك، واخا كيخسر 10 المرات كيقول انا غادي نربح. ملي كان الشخص كيكون مدمن كيقول غادي نقطع في واحد الوقت، غادي نقدر او انا ما غادي يوقع لي والو، ملي كيوقع وكيشوف التغيير ديالو والتوازن السيكولوجي ديالو والترتيلات كيشوف الاسره ديالو والابناء ديالو كيوقف. ولكن كاين بعض الاشخاص اللي عنده الكونسير وكيزيد يكمي، فكهنا يعني ذاك الدور نتاع ذاك المخدر عنده دور محوري واساسي ونعم عرفتو غادي كيتهلك، ولكن ذاك الدور عنده واحد الدور اساسي مهم تبنات عليه طريقه التفكير وطريقه الحياه ديالو، كيخص كاع عمل داو باش يتغير كاع ذاك التوازن غير صحي. نعم. اللي اكتسبوا من خلال استعمال المخدرات. فمثلا الانسان اللي كيستعمل المخدرات ما كيتقلق، عنده جواب عنده فوري، كيكمي كيتهدأ او كيسخر كيتهدأ، اذا كان كيحس بالوحده، اذا كان قنطان، اذا كان عنده شي مشكل، اذا بغى هادشي غير عنده هو في نفسه، هو مع راسه كيخلق هذا الجو. لا بصح المخدر مع الاسف علاش كيقبض في الناس؟ لان عنده جواب فوري لجميع المشاكل وجميع
التوترات اللي كيعيشها الانسان ما كيبقاش كيعرف طرق اخرى. اذا احنا الانسان اللي غير مدمن راه الصبع عنده طرق اخرى كيصبر عليها او عنده طرق اخرى. اذا كان كيعيش واحد الازمه عنده طرق اخرى. هذاك المدمن ما كيعرفش طرق اخرى. اذا كيفاش نجيو نحيدو له داك العكاز ونقولو دبر راسك؟ كيخص مصاحبه وكنعطيوه ادوات اخرى اللي كيعرف كيفاش يتعامل مع مصاعب الحياه وكم مصاعب غتكون عنده هو باش عاد كيقدر شويه بشويه تخلى على ديك العصا اللي كان كيتكا عليها. نعم. اخر مكالمه معنا في البرنامج. سي ابراهيم صباح النور. صباح النور. اهلا سي ابراهيم. السلام عليكم. تحيه اليك والى جميع طاقم الاذاعه الوطنيه. تحيه ل... بالنسبه للموضوع ديال المخدرات هو في الحقيقه موضوع مهم بزاف. ما كيهم المجتمع ديالنا اللي حقيقة هاد الآلة هادي ديال المخدرات. نعم. دمرات يعني الشباب ديالنا اللي معول عليه المستقبل. بالنسبة لهاد المسألة هادي أنا كنشوف بالنسبة لي الحل اللي هو خصو يدار وضروري منه هو أنه هاد الشباب قبل ما يكونوا شباب أولا ملي كيكونوا يلاه كيكونوا أطفال كيخص الآباء ديالهم انهم يعلموهم المبادئ الاسلاميه. نعم. يعني لانهم كيصليو يعرفوا يعني انهم مثلا الا تعدى عليهم شي حد يعرفوا شنو هو الصبر، يعرفوا شنو هو التعاون، كل شيء كاين في ديننا، يعرفوا شنو هو يعني التكافل، يعرفوا شنو هو يعني المسائل الخايبه اللي خصهم ما يديروهاش، المسائل اللي مزيانه اللي خصهم يديروها، يعني هذه المسائل كيخصها تتعلم من الصغر. نعم. رغم انه يعني المدرسه هذا من الادوار ديالها اللي في الحقيقه ما كتاديش كما ينبغي. يعني ما نعولوش غير على المدرسه، يعني الاباء خصهم يديروا واحد المجهود. كلنا كنتحملوا المسؤوليه سي عبد الله كلنا. وكذلك الاعلام، وهاد الحلقه هادي داخله يعني كنحييكم داخله في هذا الاطار كذلك. نعم. الاعلام يعني عنده الدور ديالو. نعم هذا اكيد. ومساله اخرى وهي ان هاد الشباب هادو كيخص الاباء يسمعوا لهم. يعني كيخصهم يديروهم اصدقاء. نعم. تكون سياسه يعني انه هاد الشاب هذا او هاد المراهق يعني كيمشي كيبحث على اصدقاء في الله يسخرين، لانه البيت ديالو يعني كيكون واحد الجو غير ملائم. يعني كيكون ما مرتاحش، اما باهم كيتخاصموا، اما يعني باهم مطلقين، اما مثلا باهم ومبروسهم يعني ما مربيينش ما متخلقينش. يعني كيخصو يكون واحد الوسط ملائم. يعني خصو يكون واحد القدوه بالنسبه لهذاك الشاب او لهذاك المراهق. نعم. باش ممكن انه يكون حتى هو نفس المثال. نعم. شكرا لك عبد الله. شكرا لك. الفكره وصلت، فكره واضحه. نرجع لك دكتور جمال شيبوب نختموا بتدخل ديالك. تفضل. نعم. ملاحظه نتجه الى تحسين المراهقين. لان كاين افه تاع الحشيش. نعم. في المغرب. هناك بحث خدا واحد مجموعه نتاع الناس عندهم 25 سنه وفيهم ثلاثه نتاع لي جروب، ثلاثه نتاع المجموعات. مجموعه ما عمرهم استعملوا المخدرات. نعم. مجموعه ثانيه استعملت المخدرات ابتداء 17 سنه، مجموعه ثالثه بداو كيديروا المخدرات ابتداء 13 سنه. فجبروا ذكاء، قدرة التفكير، سرعة التفكير، سرعة التحليل، المنطق إلى آخره، نتاع اللي ما استعملوش المخدرات أقوى من دوك المجموعات الأخرين. والمجموعة اللي بدات 17 سنة أقوى من اللي بداو في 13 سنة. يعني ملي كيبداو الشباب ديالنا وحنا كنشوفوا الآن بعض الشباب عنده 21 سنة 8 سنين هو كيكمل المخدرات، في 21 سنة راه عنده 8 سنين. يعني ديك المخدرات اللي كيبداوها في 11 عام وكنشوفوها دابا مع الأسف الثانويات إلى آخره، ديك المخدرات اللي كيبداو راه كتقلل من المهارات ومن القدرات الذهنيه والفكريه اللي كتمنعهم باش يمشيو بعيد وباش يحققوا الطموحات ديالهم. اذا هذا اللي كيسميوه بعد الايام بعد الحالات مخدر خفيف راه مخدر خطير ناهيك انه مثل التبغ، فهو محروقات وكيأثر على الصدر. اذا كنظن كيخصنا نعرفوا وننتجوا بالدرجه الاولى، لان كيبدا التخدير عند المراهقين كيخصنا نديروا واحد الاهتمام جد مهم للمراهقين باش يتجهوا لحوايج اخرين غير المخدرات. كناكد كذلك ان المخدرات تعويض لو كان ما كان ممكن يكون ملعب
تاع الباسكيت ولا ملعب تاع الكره في اي مجموعه من الاحياء انا عندي يقين، لان بزاف الاطفال كيبقاو جالسين النهار كله كيف قلتي قبيله كيتشرملوا ولا كيكملوا مخدرات ويكونوا مؤثرين معاهم، اللي كيوريهم شنو احترام اللاعب، قانون اللاعب، احترام الاخر الى اخره. انا عندي يقين بان الكثير من الاطفال ما غاديش يتجهوا للمخدرات، لان كاين اللي عندهم استعداد بيولوجي وغيتجهوا للمخدرات واخا نديروا اللي درنا وهذوك مرضى، وكاين اللي كيتجهوا للمخدرات غير لان الظروف غير مناسبه، لان التربيه ما تبعاش، لان كاين كتلقى بعض المرات بعض الاحياء اذا خدينا بيدهم غادي نقدوا بزاف نتاع الاطفال وغادي ننجحوا حتى في المستقبل نتاعهم. كتلقى بعض المرات دكتور بعض الاحياء الشعبيه اللي عندهم نفس المستوى الاجتماعي، وكتلقى يعني دوك الوليدات كلهم يا اما شي كيأثر في شي حتى علاقات السوء واصدقاء السوء حتى هما كيخرجوا على الواحد، يعني ملي كتلقى ضروري يعني شي دراري كيكونوا مأدبين مربيين وكيتبعوا قرايتهم وعندهم انشطه وحده، كاين دور الشباب اللي ممكن يمشيوا يليهوا فيهم ريوسهم يمارسوا المسرح الموسيقى الرقص، يعني هادشي كله كيطور من قدراتهم الفكريه والابداعيه وكيخليهم يبعدوا بتاتا على شي حاجه اللي سميتها الادمان ولا الاستجاره ولا المخدرات بشكلها العام. وكتلقى شي وحدين كيمشيوا هادوك الاصدقاء السوء كيأثروا عليهم وكيخرجوا لهم على حياتهم وكيدمروهم. شكرا لك دكتور، اللي ضروري هو اننا نحضيو وليداتنا ونراقبوهم باش ان شاء الله نتفادوا مجموعه من المشاكل اللي ممكن نعانيو منها في المستقبل ملي كيوليو مراهقين وملي كيوليو شباب. شكرا لك الدكتور جمال، شكرا لك الدكتور جمال شيبوب طبيب نفساني، الشكر الجزيل لجميع الدكاتره والاساتذه المختصين اللي كانوا معنا طيله الاسبوع، شكر جزيل الاستاذ عبد اللطيف الازمي، السيده ابتسام إمادي، الدكتور محمد الشهبي، السيدة سميرة الحدوشي، الأستاذ محمد الروحي والدكتور فاروق محمد فاضل اللي كانوا معنا في الفقرات. وطبعا شكرا جزيلا لكم انتم مستمعاتنا.